مرحبا بكم في الجامعه ديال انرجي، مرحبا بكم في واحد يعني واحد لابارتي ديال الجيو بارك مقوم المغرب العميق. فعلا ضربتو تمره باش توصلوا، وتنشكركم على هاد التعب يعني اللي ضربتو باش توصلوا عندنا، ولفيتوا باش توصلوا عندنا. راه هذا واحد يعني معطى جديد، هذه قيمه مضافه للبلاد. نتمنوا انه تكون هذه البدايه يعني لمجموعه من الزيارات اللي غتجي ان شاء الله في اطار الجيو بارك مقوم. يقع المنتزه الجيولوجي مقون وسط سلسلة جبال الأطلس الكبير الأوسط، وفي منطلق الأطلس المتوسط بين بني ملال في الشمال وخط إيغي المقون في الجنوب، أي من أزيلال، واسمه مشتق من ثاني أعلى جبل في المغرب الذي يبلغ ارتفاعه 4068 متر. وبتميزه وتنوعه يمتد المنتزه الجيولوجي على مساحة تفوق 12,000 كيلومتر مربع، مغطية بذلك 59 جماعة في جهة بني ملال خنيفرة بنسمة تقدر ب 739,036. يعتبر جيو بارك مقون ثروة وطنية طبيعية، منها غابات وبحيرات، جبال وأنهار، وكذا مواقع ذات منفعة بيولوجية وأصناف ومستوطنات. ويعتبر الجيو بارك ثروة جيولوجية أيضا، منها الجسر الطبيعي إيمين فري في دمنات، جسر على واد محاصر، شلالات أزود، صخرة ماست إفران لكاتدرال، موقع أوجيال، وكذلك نقوش صخرية. كما يعتبر الجيو بارك ثروة معمارية وتاريخية، منها قصبات إغرمان ومخازن جماعية يستعملها السكان فيما مضى لتخزين محاصيلهم الزراعية وكل ما يملكون من قوت. إن غاية المنتزه الجيولوجي مقون تكمن في صيانة الثروة الطبيعية والثقافية والمناظر الطبيعية للجهة، مع المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الجهة، وذلك من خلال إنعاش سياحة مسؤولة محترمة للبيئة. وسوف يسمح المشروع في متمه بتحفيز الممارسة المقاولاتية والاستثمار حول الثروة والتراث المحلي. ويشكل هذا المنتزه أيضا أرضية علمية للبحث البيئي والبيولوجي. ويضم المنتزه الجيولوجي ثروة حيوانية ونباتية تمنحه شرف الاعتراف الوطني والدولي. وتتكون الثروة الحيوانية من الثدييات النادرة أو في طريق الانقراض، مثل الماعز الوحشي أوداد، ونجد أيضا بعض الكواسر مثل الصقر الملتحي والنسر الملكي، وأصناف من الطيور مثل الشحرور، القبرة، الهدهد المزركش، المازور والروبييت، وسمك لاترويت فاريو، الصنف المحمي والموجود في القسم الأعلى لوادي مقون.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.